النشرة الاقتصادية من الإخبارية السورية، أهلا بكم. بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى منطقة تل كرد الصناعية والمنطقة الحرة ومدينة عدرا الصناعية، وجه محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم مديرية الخدمات الفنية بالمحافظة بإرسال آلياتها وكوادرها لإعادة صيانة الطرقات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بعد زيارة السيد رئيس وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربطلي أن التوقيع على بروتوكول لإعادة تفعيل الربط الكهربائي الثلاثي بين سوريا والعراق وإيران جاء بناء على طلب وزارة الكهرباء السورية لما لهذا المشروع من بعد استراتيجي كبير. وأضاف وزير الكهرباء أن عملية الربط هذه ستفيد بإجراء تبادل الطاقة الكهربائية. اتفقت وزارة الاتصالات وتقانة مع وزارة المالية على تعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للأجهزة المرتفعة الثمن والتي لم تدخل عبر القنوات النظامية. الاتفاق يهدف إلى دفع المستوردين والتجار إلى استخدام. تمكنت المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة من تحقيق أرباح صافية مقدرة بنحو 17 مليار و174 مليون ليرة سورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بعد تحويل 7 مليارات كضرائب إلى خزينة الدولة. وأوضح التقرير النهائي لمؤسسات الوزارة أن المؤسسة العامة للتبغ حقق عام مؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا أن المؤسسة بدأت وبشكل عملي وعلمي برسم خارطة طريق لآلية عملها المستقبلية. وأشار كوسا إلى أن التحرك السريع الذي سجلته المؤسسة هدفه تحقيق رؤية افتتح محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر معرضاً للسجاد الصوفي في صالة البعث التابعة لفرع سوريا للتجارة بمحافظة القنيطرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بمناسبة قدوم فصل الشتاء تراجعت سندات لبنان الدولارية مسجلة أدنى مستوى لها منذ تموز 2013، كما قفزت تكلفة التأمين على ديونه وسط أزمة سياسية. وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات. جمدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة في إطار حملة الاعتقالات الأخيرة. وما زال البنك المركزي السعودي يوسع قائمة الحسابات التي معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة في عام 2018 سيسجل زيادة أكبر من تقديراتها. والانتقال إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بحسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، سجل الدولار في الحوالات الشخصية 508 ليرات وفي الشركات الصرافة 498، في حين سجل اليورو 595 ليرة و72 قرشا في الحوالات الشخصية وفي شركات الصرافة 577 ليرة و3 قروش. بالانتقال إلى أسعار الذهب عالميا، سجلت أونصة الذهب سعر 1277 دولار و39 سنتا، وفي الأسواق المحلية سجل سعر جرام الذهب 21.17400 ليرة سورية، في حين سجل جرام الذهب عيار 18.14915 ليرة سورية. وبالانتقال إلى أسعار النفط عالميا، سجل خام برنت 63 دولار و38 سنتا، في حين سجل الخام الأمريكي 56 دولارا و89 سنتا. كان هذا كل شيء في نشرة الاقتصاد إلى أخبار.